يلا بنات، هذه آخر حصة هذه السنة، إجازة صيف سعيدة، حاولوا تسوون شيء مفيد بحياتكم من باب التغيير. أستاذة أنا ناوية بالصيف أدرس لغة كورية. أنت افلحي بالدراسة عشان تفلحين بالإجازة. لا، الفرق بالإجازة بتدرسني وحدة تعرف تدرس، مو بزي بعض الناس داخلة واسطة عشان ما مديرة مدرسة. أوه بموت. شدخل والله ما انت بصاحية يا نورة، ضيحتي وجهها طيحة، تدري انها للحين تلقطة في الفصل. ايه حبيبتي نورة القديمة انسوها، راحت بدون رجعة. صاير ابعد عني، كسرت ظهري. اعترفي هو النورة الحقيقية. اذا ما قدرتي تفسخين القناع قصيب مقص. يا مجانينك، شخصيتي اللي تغيرت، وصمة جاسي مو بصدق. معلش نورة، بغينا نتطمن بس مو متعودين انك تزبدين لأحد. لا تخافين، خشمك بيرجع طبيعي. انا مرة زوجة ابوي كسرت رقبتي، وقعدت 3 سنين بالمستشفى، وبعدها رجعت رقبتي طبيعية. حلو، ترى الوضع ما ينسكت عنه، ندق على حقوق الحيوان. لا ما يحتاج، حتى انا معذبتها. تخيلي امس قالت لي غسل الصحون قبل ما تنامين، وقلت طيب وما غسلت اللي يوم قمت الصبح. حتى انا معذبتها. حلو، رقبتك طاحت، خلني ادق على الامبولوس يلا بسرعه. لا هذا من الاثار الجانبيه، بس عادي بس يبغالها امسكها كذا ساعه وترجع طبيعي. اوكي خليكي ماسكتها، المهم شناوين تسوون باجازه الصيف؟ انا ناوي انا ابوي وعدنا يسفرنا كل الاجازه حول العالم، ويمكن نطلع نروح زحل بعد. ما تضحكين، انا ناوي اطلع رخصه في اجازه الصيف. يلا السواق برا مستعجله عشان نلحق على طيارتنا. باي، ان شاء الله ما اشوفكم لين يوم القيامه. يبا يما يلا نسافر. هنوف ابوك جت سكتة قلبية. لا ما اصدق، ما اقدر اتحمل الصدمة، يعني خلاص ما رح نسافر. لا يعني ما قدرت تأجل جلطتك لين نرجع. وش ذا الفشل، صوبي زي الناس يا النوب. يلا نبدأ ندرس اللغة الكورية. اول كلمة نتعلمها إني بورلي، يعني أنا مهزلة. هنوف على وين طالعة؟ رايح السوق أشم هوا. ما تستحي، أبوك توه ما نشف قبره. أوه ماي جاد، متى ناوي ينشف قبره؟ من قاعد يسكيه؟ هديل حبيبتي يلا بنطلع. شنرا وين بنروح؟ بنروح عمانك. أوه ماي جاد، مرة تعبانة ما أقدر أروح. سبحان الله، تو مثل الغزال. نوب 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 نوب. هي على وين طالعة وماخذ الاستشوار بعد؟ بروح انشف قبره اللي مو براضي ينشف. وكذا متابعيني خلصنا دروسنا في تعليم اللغة الهندية. انفر ليه؟ هديل حبيبتي يلا بنطلع. ناقيو وين بنروح؟ بنروح عمانك. يما اسد لي وصيتي. من وين قاعدة تجيب السراير بالضبط؟ طول الإجازة هنا على الكنب، خل أكلم البنات نطلع نستانس. ليش حلا راكبة في الصندوق في مكان قدام؟ رجاجي للماحي جل، رجاجي للماحي جل، رجاجي للماحي. تقول مو متعودة تجلس على مرتبة مريحة ما ترتاح. والله حماس، اخذتي رخصة يا شهانة. ان شاء الله ما نمر بتفتيش بس. شهانة امنيتي من كنت طفلة اني اسوق. على اساس كبيرة الحين، المهم لا ابوي قال لا تموتين اليوم.
بنات، أمي من عزيمة فوزية ما رجعت للبيت، مدري وين مختفية. شكلها مسافرة للأبد، تروح وما ترجع بالسلامة. بليز أوعدك ما راح تموتين، وإذا متي لك اللي تبين. خلاص، طيب وش تعرفين عن السواقة؟ إكس يمشي قدام ومربع ينزل. حلوة النكتة، يلا اركبي. أي نكتة؟ سؤال شاطحة شوي، إذا بوقف شو أسوي؟ نورا نورا، في بقرة في بقرة قاعدة تقطع الشارع. كيوت، بقرة بنص الشارع. نورا البقرة قدامنا قدامنا. طيب لفي عنها. أنت اللي تسوقين. إيه صح. أمبي لا مستحيل. بنات مو قاعدة تتنفس. تعست ولا فوزية؟ صرت قاتلة. يليل القلودين، خلوني أدق على ماما تعلمني وش نسوي بالجثة. ألو القائدة ماما؟ ليش دق على الرقم السري؟ ماما قتلت شخص. طيب وش الجديد بالموضوع؟ لا بتنقصت، صديقتي دعست قبل فوزية والحين منهارة. لحظة، فوزية مو بميتة أصلا؟ ماما تونا حاضرين ملكتها. أما ذيك ملكة حسبت عزاها. خلاص خذوا الجثة، برسلك لوكيشن تدفنونها فيه، وأنا أكمل الموضوع بكرة، عندي شغل الحين. النجدة ساعدوني أنا مخطوفة، بلغوا الشرطة. كأني أسمع صوت أمي. يمكن من كثر الشوك صرت تسمعين صوتها بخيالاتك. يمكن ماما أرسلت لي اللوكيشن، يلا نركب همانة قدام عشان ما حد يكشفنا. بنات قدامنا تفتيش، خلوكم طبيعيين. هلا والله يا الرفيق، كيف الحال؟ لا يكثر يا ورع، الرخصة والاستمارة يلا. اوه الرخصة، بقول لك قصة طريفة حصلت، نسيتها في البيت. لحظة، وش ذا المخلوق اللي راكب معاكم وراء؟ ها؟ هذه جدتنا، طالعين نتمشى معها ونغير جو. دامكم بارين بجدتكم خلاص توكلوا على الله. يعطيك العافية. توصينا على شي يا خالة؟ غريبة، ليش مو قاعدة تتجاوب معي؟ معليش جدتنا ما تتكلم طرمة، بس تعرف لغة الإشارة. اعذروني ما كنت عارف، أجل دام الوضع كذا خل أكلمها بلغة الإشارة. بنوت وش نسوي؟ ما معي رخصة، معنا واحدة ميتة، وش نسوي بسرعة؟ نداء إلى جميع الوحدات، مجموعة مراهقين اختطفوا كائن فضائي، رجال قبضوا عليهم بسرعة. جيهانا هذي بطيح بموت. لا أي 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 أي، لا تهتمون فيني أرجوكم كملوا طريقكم، الله يحلل زوجة أبوي عندهم. في شغالة هاربة من كفيلها، تعالوا امسكوها. بنوت خلاص مقفوطين مقفوطين، حتى فوق البيت في واحدة. شو نسوي طيب وش نقول؟ اي والله شو نسوي؟ اي والله جد وش نسوي؟ الحمد لله ما متي، بس انا كنت متأكد ان نفسكم وقف. ويني متأكد اني فرغت رئتك. اي واحدة من ارواحي راحت، باقي لي 13 زيادة. طيب ليش توك تقومين؟ عشان يعني تعرفون ابديت جديد وكذا ياخذ وقت يشتغل. المهم انا عندي خطة، ما عليكم ما لي خلق ارجع للسجن. توقعتوا تقدرون تهربون من الشرطة ها؟ ما عليه، تشوفون شغلكم الحين. يا وليدي انا تعبانة وما كان في احد يوديني، وخليت بنتي توديني، انسحب وجهي. وع لا شكرا، ما بيقرب من وجهك، وترى لقينا شغالتكم الهاربة، خذوها وانتبهوا لها.